مرحبا بكم في 100% برونو. الأرقام مرشحة للفوز بسباق الحدث التجمع اليوم هم رقم 16 إرمي برا، واحدة من أقوال الخيول الإنجليزية الأصيلة في الساحة الوطنية، ستكون أمام منافسين أقوياء لكنها قادرة على الفوز. رقم 9 سبيريت مون، ربما تصنيفها ليس الأعلى في هذا السباق لكنها قوية بالقدر الكافي لتشكل خطر على المرشحة الأولى. 18 سباقيها الأخيرين مشرفين للغاية، الانتصار بسهولة من عادة هذه الفرس القوية، تغلبها على المرشحتين الأولى والثانية لن يكون مفاجئا. أرقام غد نفسها كل من رقم 14، رقم 3 ورقم 2. أما العنصرين اللي ممكن يفاجئونا في هذا السباق فهما رقم 1 ورقم 17. كنتما توقعات 100% بخلون، خليكما توقعات جريدة تغبي. السباق هذا اخترنا ممثل إسطبرة الثقب راسين الخيول ديال اون فورم، غيبقى رقم صعب في السباق هذا ومرشح قوي للفوز تحت قيادة الراكب المتميز أمين مهات. في المرتبة الثانية اخترت رقم 5 عربية اللي تتنتمي لإسطبرة ديال الجاش محمد بشراكة مع السي أحمد طريق، هي كذلك من الخيول الممتازة. في المرتبة الثالثة اخترت رقم 18 تتواجه إسطبرة ديال عوج عزوز بشراكة مع أحمد طريق، غتبقى رقم صعب في السباق هذا السي أبي الفال، المسافة في الصالح ديالو. خويا نقدروا نخافوا من هذا السباق، هذا عندنا رقم 16 ورقم 11 ورقم 14، تنقولوا المفاجأة ديال السباق رقم 9 ورقم 4. أما الآن نتابع توقعات مختلف الجرائد الوطنية. يمكنكم متابعة جميع حلقات 100% بخونو عبر قناتنا لليوتيوب. نهاية الحلقة، حظ موفق للجميع.